السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح بلقاء جديد في برنامج الباوربوينت، واليوم راح نتكلم عن كيفية تصميم بطاقات المعايدة بحلول العيد. وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله وبدوام الصحة والعافية. قبل ما نبدأ أحبابي، لطفا وتكرما التفاعل على هذا الفيديو لحتى يصل معنا إلى أكبر قدر ممكن من المستفادين من هذه المعلومات من خلال الضغط على مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا من زيارتي على قناة حكاية شغف ودعمي على قناة حكاية شغف، راح تشوفوا بعض الأعمال في النقطة البيضاء بأعلى الشاشة، وأيضا رابط القناة راح يكون موجود في صندوق الوصف إن شاء الله. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبابي مرة تانية في برنامج الباوربوينت وفي كيفية تصميم بطاقات المعايدة الصورية. ليس فيديو، عبارة عن صور كيف أعمل بطاقة معايدة بمناسبة حلول العيد. نحن محتاجين اليوم يكون في عنا أكثر من موقع لحتى يساعدني بالأرضيات أو الخلفيات أو حتى العبارات الخاصة بالمعايدة. طيب أصدقائي، رح نشتغل على متمهنة وشوي شوي. أول شيء أنت رح تفتح مترجم الجوجل وتكتب خلفيات إسلامية، ابحث عنها باللغة الإنجليزية، رح يعطيك إسلاميك باكجراوندز. رح نحدد النص، أنقر باليمين ونختار نسخ، وبتوجه إلى جوجل وبعمل لصق وبنعمل إنتر. بتوجه إلى تبويب الصور لحتى أبدأ باستعراض الخلفيات الإسلامية اللي أنا رح أبدأ بالتصميم عليها. رح نتجول مع بعض شوي أصدقائي في كتير من أشكال والصوريات يلي رح تنال إعجابكم إن شاء الله. تمام يا أصدقائي، رح تتجول وتشوف يلي بيناسبك. على سبيل المثال خلينا نوقف عند هاي الصورة، أنقل لمرة واحدة عليها، رح تشوف نماذج غايب الروعة. خلني أعطي الاطلاع على المزيد من الصور لحتى أنتقل إلى هذا النوع من الصوريات. بإمكانك لما تنقل لمرة واحدة عليها تعطي الانتقال إلى الموقع الخاص بنشر هذه العبارة. في عندك بعض المواقع اللي بتقدم لك هاي التصميمات بداونلود مجاني أو تحميل مجاني، وبعض من الأسف رح يكون في عندي تحميل مدفوع. لكن في عندك العديد من المواقع اللي بتقدم لك هذه الخدمات مجانية. خلني اختار على سبيل المثال هذا المظهر. تمام، انقر لمرة واحدة، راح اوجهني الى الموقع الخاص مثل ما انا شايفين، وعندي هون مفتاح فري داونلود، يعني هذا الموقع بيقدم لي التصاميم مجانية مثل ما انا شايفين. تماما ممكن نتحمل منه اي تصميم بيخطر على بالك. على العموم بتحب انك تحمل الصور من مباشرة من هذا المكان، بتحب تفوت الى الموقع ما عندك اي مشكلة فيها. يعني على سبيل المثال راح اختار هاي الصورة، انقر باليمين وبنعطي فتح الصورة في علامة تبويب جديدة لحتى نفتح الصورة بدقتها اللي هي محمل الان مباشرة. اذا عجبتني هاي الخلفية ممكن انقر باليمين ونختار حفظ الصورة باسم، وبنحفظ الصورة ونحملها عنا وبنبدأ بالتصميم. الان راح نتوجه الى برنامج الباوربوينت، انقر باليمين ونختار من تخطيط الشريحة فارغ. الان اصدقائي راح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن صور رح نختار صور من هذا الجهاز ونحدد الصورة يلي رح نشتغل عليها بعد ما نقوم بتحميلها من أحد المواقع، ورح نختار إدراج. طيب الآن هذه الصورة بحجمها الطبيعي، عندي هذا النص رح أقوم الآن بإزالته من خلال إدراج من أشكال. بنختار مستطيل وبنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بيظلل هيدي المساحة بالضبط يا أصدقائي. رح أختار الآلة بدون إطار، ومن التعبية بختار القطارة، وبحدد اللون اللي موجود عندي إياه بالخلفية لحتى يتم تعبئة النص بهذا اللون. الآن رح نتوجه إلى جوجل نفس الموضوع، ونكتب في حقل البحث عبارات معايدة بعيد الفطر السعيد، ورح تشوف العديد من المواقع اللي بتقدم لك يعني عبارات التهنئة بحلول العيد. طيب خلينا نختار على سبيل المثال أي عبارة، نختار عبارة مثلا عندي هاي العبارة، أنقر باليمين وبختار نسخ. بتوجه إلى برنامج الباوربوينت، ومن إدراج بنختار مربع نص، وأنقر مع السحب لحتى أرسم مربع نص، وبعطي لصق للعبارة. طيب رح نختار لألا لون باللون الأبيض حاليا مشان تبان معانا. تمام، خلني أزيل النقاط الموجودة في البداية والنهاية. تمام بهذا الشكل يا أصدقاء. نختار نوع للخط، أي نوع الخط يعني بتحبز مو بيناسبك بتصميمك، وليكن معي مثلا هذا النوع. تمام يا أصدقاء، نختار توسيط، بنكبر حجم الخط شوي، وليكن معي مثلا بهذا الشكل. الآن رح نعطي للنص
للنص لون للتدرج اللوني المستخدم بالخلفية اللي هو الألوان الذهبية مثل ما أنا شايفين. طيب أنقر باليمين على حواف المربع ونتوجه إلى تنسيق الشكل، وبننقر على خيارات النص حتى أتوجه إلى خيارات النص، وبنختار تعبئة النص وبنختار التعبئة متدرجة. رح أترك عندي ثلاث ألوان، اللون الأول بجي بختار عندي هذا اللون، اللون الثاني مختار من نفس العائلة لكن اللون يكون عندي أكشف، واللون الثالث مختار نفس اللون الأول يلي أخذناه، بيكون حصلت على التدرج باللون الذهبي مثل ما أنا شايفين بالضبط. وأنت الآن بتختار الألوان اللي أنت محتاجة. إذا حبيت تحدد ألوان من الصورة نفسها فبنجي بعد ما اختار قطرت الألوان بقف على أحد الألوان وبنقر لي مرة واحدة عليه، وبرجع بختار العلامة الأخيرة اللي هي نفس اللون، بيكون حصلنا على ألوان ذهبية من نفس تدرج اللون الخلفي. الآن رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بناخد شكل المستطيل بحواف مستديرة، أرسم مستطيل بهي المساحة، نصغر الحواف معانا بهذا الشكل. ايضا بختار القلب بدون تعبئه، والاطار رح يكون عندي متدرج من لون الخلفيه، فبتوجه الى تنسيقات الشكل، ومن خط بنختار خط متدرج. تمام يا اصدقائي، وبنختار نفس الالوان الثلاثه اللي اخترناها، عندي اللون الاول هذا اللون، وهون برجع باخذ نفس اللون، وهون بختار لون اكشف. يعني فيك امكانيه، عندك امكانيه، يعني عندك امكانيه تختار نفس اللون وبتوجه مره ثانيه الى الوان اضافيه ومنقلل من الكثافة اللونية لحتى أحصل على التدرج. وبنختار يكون عندي مائل، وإذا حبيت أنك تغير أو تزيد بعرض الخط فما عندك مشكلة فيها لحتى نحصل الآن على هذا التدرج. بتوجه إلى أدراج وبنختار مربع نص، وبرسم مربع نص، وبتكتب اسمك بهذا المكان، وليكن مثلا مقدم من أحمد صالح، وكل سنة وأنتم سالمين. بنقر على ضمن النص الموجود هنا وبختار نسخة تنسيق، وبننقر مع السحب لحتى نحن نعبئ أو ننسق النص الجديد بنفس التنسيق تماما. إذا حبيت فقط أنك تغير نوع الخط فما عندك مشكلة في الموضوع، وليكن على سبيل المثال رح يكون معنا بهذا الشكل يا أصدقائي. طبعا هذه عبارة المعايدة أو التهنئة. تمام، صف عندي موضوع أنه أنا كيف أضيف مثلا تصميم بإنجيلي كل عام وأنتم بخير عساكم من عوادة، العبارات المعايدة المعروفة. بإمكاننا نتوجه إلى موقع من أحد مواقع البإنجي، وبكتب بحقل البحث كل عام وأنتم بخير مثلا، وأبحث عن عبارات كل عام وأنتم بخير. طبعا هاي العبارات تكون هي عبارة عن بإنجي، عبارات بإنجي، وليكن على سبيل المثال في عندي العبارة باللون الذهبي جميلة. تمام، أي عبارة مثلا بتناسب تصميمنا، وليكن مثلا اختار هذه العبارة. أنقر على مفتاح تنزيل أو تحميل، نختار مسار تحميل الصورة، وبنقر على مفتاح سيف. بتوجه إلى برنامج الباوربوينت، ومن إدراج صور من هذا الجهاز بنتوجه للمكان اللي حملنا عليه الصورة، بحددها وأنقر على مفتاح الإدراج. رح نصغر الصورة إلى مساحة معينة بتناسب في موضوع التصميم مثل ما أنا شايفين، وليكن معي مثلا بهذا الشكل. وعندك إمكانية من قائمة اللون تختار فلاتر لونية، تمام، ربما تناسب موضوع التصميم أكثر، وليكن معي مثلا هذا اللون. وإذا كنت صاحب شركة أو مؤسسة أو كنت موظف ضمن منظمة بتحب تضيف اللوجو الخاص بمؤسستك أو منظمتك أو محلك أو شركتك، بإمكانك تضيف اللوجو الخاص بك بهذا المكان. رح نضيف اللوجو وأرجع لكم. بعد ما قمنا بإدراج اللوجو، هذا هو اللوجو الخاص بقناة عالمكم، رح نصغر مساحة اللوجو، تمام، ويكون عندي بهذا المكان، ومنغير مثل ما حكيت اللون من خلال التأثيرات اللونية. بس يلي انتهيت، بكل بساطة بحدد كل الأشكال والنصوص اللي أنا رسمتها بهذا الشكل بالضبط. أنقر باليمين وبنختار حفظ كصورة، وبنختار مسار وليكن سطح المكتب، بكتب اسم الصورة وليكن عندك إياها معايدة، وبتختار النوع اللي عندك إياه، هون بنختار الجي بي إي جي، وأنقر على مفتاح حفظ. لو توجهنا إلى سطح المكتب ورح نشوف الصورة، وشغلنا الصورة رح تكون الصورة عندي إياها جاهزة مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقائي، بدقة جميلة وجاهزة للإرسال كبطاقة معايدة. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم. فتكرما لا تنسوني من الدعم من خلال تفاعلكم على هذه الفيديوهات. تجزوا عني كل خير إن شاء الله، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.